السلطات السودانية تشرع في سحب الجنسية والجواز السوداني من 13,000 أجنبي منحت لهم خلال عهد النظام السابق. القرار الذي وجه وزارة الداخلية السودانية بالتنفيذ الفوري عقب انتهاء لجنة فنية خاصة تعمل على فحص الجنسية الممنوحة ساق أسبابا أمنية وأخرى تتعلق بفساد كبير صاحب منح الجنسية وصلت لحد البيع وبأسعار متفاوتة. يعني يمكن أن توصف بأنها خطوة أساسية في إطار بناء البناء الوطني التي انتظمت البلاد بعد التغيير الذي حدث. معلوم أن الجنسية السودانية ظلت طوال العقود الماضية تمنح دون مسوغات قانونية، تمنح لدواعي سياسية، وكما هو معلوم أن لجميع الدول نظم ولوائح تنظم عملية الجنسية والجواز. الوجود الأجنبي في السودان ظل مسارا للجدل في الشارع السوداني، الشيء الذي خلق حالة من الاستفهام. تبرع القرار الجديد بالإجابة عنه ليتحول الاستفهام للذين منحوا الجنسية. إعلام بيطلع لك أنه هو مراجعة الجنسيات، إعلام بيطلع لك أنه هو نزع الجنسيات. طيب ما أنا شايل الجنسية بتاعتي بموجب دستور، بموجب حلفان يمين، بموجب ورق كامل برقم وطني، ببطاقة قومية، بأساسا خاط السي في بتاعي أنا مستثمر، عندي مصنع، عندي أموري، عندي حاجاتي، دي كلها قاعدة. فأنا بالنهاية أموري قانونية، لما شلت الجنسية شلتها بمرسوم عالمي، مرسوم دولي، وهو أساسا قانون عالمي بأساس بالتجنيس. وكانت وزارة الداخلية السودانية قد كونت لجنة فنية خاصة لمراجعة كافة الجوازات والجنسيات إلى جانب جوازات السفر الدبلوماسية. محاولات الحكومة السودانية في السيطرة على فساد النظام السابق في منحه جنسيات وجوازات السفر ربما تصطدم بتعهدات والتزامات دولية تؤجل الخطوة ولو قليلا. أحمد العربي، قناة الغد، الخرطوم.